مرحبا بكم أعزائي المتابعين. درسنا اليوم هو يونت 1 لسن 7، الدرس السابع من الفصل الأول لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط. درسنا بعنوان Embarrassing Moments، أي اللحظات الحرجة. Look at the pictures on page 11 and try to guess the stories. انظر إلى الصور بالصفحة 11 وحاول أن تقترح أو أن تخمن القصص. الصفحة 11 هي هذه الصفحة. Now والآن read the sentences، اقرأ الجمل. And work out the correct order، واكتشف التسلسل الصحيح. The reading tip will help you، نصائح القراءة، هذه هي نصائح القراءة. Will help you، سوف تساعدك. Write the letters in your cookbook، اكتب الأحرف ب بدفترك. Reading tip، نصائح القراءة. النصائح بهذه الفقرة هي عن pronouns و there. Pronouns هي الضمائر و there هناك. The main pronouns are، الضمائر الرئيسية هي she, he, it, we, they, them. Pronouns like she, he, it, we, they, them. الضمائر مثل هذه الضمائر he وshe وit وwe وthey وthem. And the word there والكلمة there are very useful words، هي كلمات مفيدة جدا. We can use them، نستطيع استعمالهم. Instead of، بدلا عن repeating nouns، بدلا عن إعادة الأسماء. فعلى سبيل المثال my father went to the shop، ذهب أبي إلى المحل. On the corner، الذي بالزاوية. فعندما نريد أن نكمل الحديث عن الأب، لا نقول نقطة my father bought a magazine there، اشترى والدي مجلة من هناك، وإنما نقول he، فنعوض عن father به. وهذه قاعدة أخذناها منذ الصف الخامس ابتدائي. The cat run up the tree، القطة هربت أعلى الشجرة. It got stuck there، وهي علقت هناك. إذن الضمير يعبر عن الاسم، و there تعبر عن المكان الذي تحدثنا عنه بنفس الجملة قبل قليل. The boys played in the park، لعب الأولاد بالمتنزه. They، أي الأولاد، loved it there، أحبوها هناك، أحب المكان هناك. There تعبر عن the park. So sentences with pronouns، إذن so sentences with pronouns، إذن الضمائر مع الجمل and there و there come after sentences with nouns، تأتي بعد الجمل بالأسماء. أي إننا لا نستطيع أن نقول المثال الثالث على سبيل المثال، لا نستطيع أن نقول بالبداية they loved it there وثم نقطة وثم the boys played in the park، فهنا لم نحدد عن من نتحدث. فالقاعدة هي أن الجمل التي تحتوي على الضمير وعلى there هي جملة تأتي بعد جمل الأسماء، أي التي بها الأسماء واضحة ومعينة. Work it out، تعني بالإنجليزية to resolve أو to understand، أي للفهم أو الاكتشاف. فهنا to die means to stop living، الموت هو يعني توقف الحياة. على سبيل المثال Zayd was very sad when his grandfather died، زيد كان حزين جدا عندما توفي جده. One of the girls wrote in her story، أحد الفتيات كتبت بقصتها I nearly died، كدت أموت. What do you think it means، ماذا تعتقد إنها تعني؟ You know what black means، أنت تعرف ماذا يعني كلمة black. And you know what I means، وتعلم ماذا تعني كلمة I. But what is a black eye، لكن ما هي black eye.
أي ما ترجمة عبارة black eye and how you get it and how do you get one وكيف تحصل على واحدة. هل هذه هي الأسئلة بقراءتنا للقصة؟ إذا لنقرأ القصة بالصفحة 11. هنا قصة الدرس السابع وبها جمل غير مرتبة بشكل صحيح، والترتيب الصحيح هو هذا. لذا سوف أقرأ القصة تبعا لهذا الترتيب. عنوان القصة هو I nearly died، أنا كدت أموت. The first sentence، الجملة الأولى، and the last sentence، والجملة الأخيرة، in the stories، بالقصة، in the stories، بالقصص، are in the correct place، هي بمكانها الصحيح، أي الجملة الأولى صحيحة والأخيرة صحيحة، فأي الجمل التي تحتاج إلى ترتيب هي التي في المنتصف. Just for fun، لمجرد المرح، we have put the other sentences in the wrong order، وضعنا الجمل الأخرى بترتيب خاطئ. Can you work out the stories؟ هل تستطيع أن تفهم أو تكتشف القصة؟ إذن A. One day، يوما ما، last week، في الأسبوع الماضي، my mom and I were out shopping in town، أنا وأمي كنا نتسوق في المدينة. 1A. الترتيب الثاني هو 2F. نقرأ F. We were looking for a present، كنا نبحث عن هدية، for my uncle، لعمي أو خالي. So went to a gift shop، لذا ذهبنا إلى محل الهدايا. الجملة الثالثة هي E. Mom saw a really nice mug، أمي رأت كوبا كبيرا لطيف جدا، لطيف للغاية، on the shelf، بالرف. الجملة التي تليها هي B. الجملة الرابعة هي B. That's nice، هذا لطيف. She said، قالت، your uncle will like that، عمك سوف يحب أو يعجب بذلك. He drinks lots of tea، إنه يشرب الكثير من الشاي. I picked it up، أنا التقطتها أو أخذتها. أنا التقطته أو أخذته. To look at the price، لأنظر إلى السعر. And split hot coffee، أرقت قهوة ساخنة all over my dress. الجملة التي تليها هي الجملة السادسة وهي C. It was the shop assistant's own mug، كان الكوب الخاص بالمساعدة أو الموظفة في المحل. والنقطة الأخيرة هي 7G. I was so embarrassed، أنا كنت محرجة للغاية، that I nearly died. هنا بهذه القصة I nearly died، كنت أموت، هي لم تقول أني كنت أموت فعلا، ولكن هنا يعني أنها قد خجلت جدا جدا. I nearly died. القصة الثانية هي هذه الصورة والتسلسل كما قرأنا، A صحيحة و H صحيحة، والجمل التي بالمنتصف سنقرأها حسب التسلسل الصحيح الذي ذكرته هنا. لنقرأ معا. Last week، الأسبوع الماضي، my dad took my sister and me to the museum. الأسبوع الماضي أبي أخذني أنا وأختي إلى المتحف. النقطة الثانية هي G. We were looking at an old car، كنا ننظر إلى سيارة قديمة. Can I want it؟ And I wanted to ask dad something، وأردت أن أسأل أبي شيئا ما. الجملة الثالثة هي B. I turned round، أنا استدرت. But he wasn't there، لكنه لم يكن هناك. الجملة التي تليها هي E. Dad، I shouted، I was worried، صرخت قائلة أبي أبي، وكنت قلقة.
الجملة التي تليها هي see suddenly فجأة I saw him and run towards him فجأة رأيته وركضت باتجاهه. الجملة التي تليها هي دي بانج بانج هذا هو صوت يعبر عن الاصطدام. I ran into a big mirror لقد ركضت باتجاه مرآة كبيرة. الجملة التي تليها هي F I still have a black eye لا أزال أمتلك a black eye. إذن وفي هذه القصة تعني عين سوداء أي المنطقة حول العين بأنها كدمة سوداء وليس العين نفسها. والجملة الأخيرة هي H I feel embarrassed شعرت بالإحراج every time I go out بكل مرة كنت أخرج بها للخارج. إذن في هذه القصة لدينا جملتين وهي black eyes أي أن العين أصبح بها كدمة سوداء و I nearly died أي أنني كنت محرج جدا. لنعود إلى الصفحة العاشرة كي نحل الأسئلة والحل هو هنا I nearly died أنا كدت أموت. بالترجمة باللغة الإنجليزية I was very embarrassed كنت محرجا جدا. و a black eye العين السوداء هي the area of the face هي المنطقة بالوجه around the eye حول العين is bruised and black كدمت وأصبحت سوداء not the eye itself وليست العين نفسها. وهذا هو الحل لهذه الأسئلة. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. انتظرونا في الدرس القادم بإذن الله تعالى.